أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الشريعة والناس، وهذه الحلقة المباشرة التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفتاءاتكم بالتأكيد عبر أرقام الهواتف التي سوف تظهر أسفل الشاشة تباعا إن شاء الله. وإلى أن يجينا أول اتصال وأول استفتاء، أكمل الآن وياكم استفتاءات الأسبوع الماضي، ووصلنا للسؤال الثالث من أسئلة الأخت أم علي. تقول أني عندي أموال مخمسة وضامتها وأعطي منها دين، زين، أصرف من غير المخمس، يصير هيجي لو ما يصير؟ الجواب طبعا يعني هذا السؤال من الأسئلة المهمة وبي عدة مسائل، فأنا يعني أتطرق إلى مسألة مسألة. المسألة الأساسية الأولى أنه هل يمكن مثلا شخص أنه عنده أموال مخمسة هذه يحطها على جهة ويصرف من مثلا الأموال الأخرى التي تأتيه، الأرباح التي تأتيه، كي يتجنب مثلا تخميس هذه الأموال الجديدة؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لا مشكلة في هذه المسألة. يعني مثلا فد شخص مثلا سأل أخوت أدفت 10 ملايين مثلا مخمسة صافية إلها، إيش قالت؟ قالت أنا مثلا 10 ملايين خالتها على جهة، وأي مبالغ أي أموال تجيني مثلا رواتب عمل هدايا هبات كذا من ذيك أصرف أنا حتى أبقى أحافظ على 10 ملايين مخمسة، أكو مشكلة؟ لا ما أكو مشكلة. زين، وهل تخمس تلك المبالغ شو اسمه مرة أخرى؟ مشهور الفقهاء ومنهم السيد السيستاني دام ظله الشريف يقولون لا تخمس، خلاص هذه مخمسة لا تخمس. هذه القضية الأساسية الأولى. القضية الأساسية الثانية، الآن أنا عندي مبالغ، الصورة الثانية أو الجزء الثاني من السؤال، عندي مبالغ زين مخمسة، وهاي المبالغ أنا أداين منها أقرض منها، زين، فهذه مثلا من تنتقل من كيسي إلى كيس الناس، من جيبي جيب الناس، وتبقى مثلا سنة وسنتين وأكثر ثم يرجعوا لي إياها، هاي شنو هذه؟ هذه تخمس لو ما تخمس؟ الجواب كلا، لا خمس عليها، هذه مدام أصل هذه الأموال مخمسة وأنتوا قرصتوا من الأموال المخمسة خلاص ما عليكم تخميس هذه الأموال مرة أخرى. فإذا الصورة الأولى يجوز فيها زين استخدام هذه الأموال، والصورة الثانية لا خمس على هذه الأموال في صورة القرض ورجوع هذه الأموال. زين، أيضا من استفتاءات الأسبوع الماضي، الأخت بيداء تقول أني أريد أروح للعمرة وبدون محرم وأروح ويا الأخوة أبناء العامة. الآن أيضا في هذا السؤال موضوعين، الموضوع الأول خروج المرأة من الدار بدون محرم وسفر المرأة من الدار بدون محرم. إحنا في فقه مدرسة أهل البيت نحن لا نوجب على المرأة أن يكون لها محرم في سفرها إذا كانت هي آمنة على نفسها في سفرها. خلينا نوضح هذه القضية، يعني بخلاف مشهور فقهاء الأخوة السنة، إحنا بالنسبة لنا فقه أهل البيت مدرسة أهل البيت يقولون المدار على كون المرأة آمنة على نفسها أو غير آمنة على نفسها. فإذا كانت هي آمنة على نفسها والحال كذلك، يعني اليوم إحنا الحملات اللي تطلع إلى العمرة أو الحملات اللي تطلع على الحج إلى الحج حملات ليست المرأة بمفردها، يعني هي وياها ناس وياها حملة دار مسؤول عليها وياها مساعدين حملة دار مسؤولين عليها وياها مجموعة من الناس. فإذا كانت هي والحال كذلك، هي عادة أغلب النساء أكثر النساء الأكثر الكثير زين امرأة آمنة على نفسها، فإذا كانت المرأة آمنة على نفسها فحينئذ لا يجب عليها أن تصطحب معها محرم من محارمها أو زوجها أو كذا. هذه القضية الأساسية الأولى. أدي اتصال عفوا. الأخ علي من كربلاء المقدسة، تفضل يا علي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا علي. الله يخليكم، أهلا يا علي. بس عندي سؤال على مود شلون يعني بيع الورق؟ ممنون.
العملة الأجنبية يعني بالعراقية شلون تنباع؟ اي المن ترجع بالتقليد علي السيد السفتاني ان شاء الله. ممنون. اوضح الاخت ام محمد من النجف الاشراف، تفضل يا ام محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا ام محمد. شيخنا انا عندي كفاره نذر فاطلبت من زوجي يعني انه يشتري طعام للمساكين ويعني يدفعها، بس من ماله يعني، بس عن طلب من عندي يعني، فهل عملي هذا بإشكال؟ ممنون. زين الأخت خديجة من خالص، تفضل يا خديجة. خديجة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا خديجة. شيخ أنا زحمة السؤال. أي تفضلوا. أنت تريد تروح يعني أي وعندها مليون تعويض انطاها مال ابنها شهيد. أي انطاها تعويض مليون مثلا للآن. ايه ما يعني خمسة لها جرام ماتي. ايه وعندها مليونين من السلفة طاها قبل شهرين. ايه تريد تروح بهن للعمرة احنا هذول جامعتهم بدون يعني تخميس، هل يجوز أن تطلع بهن تروح يعني بهن بلي تخميس؟ ان شاء الله اجاوب. ممنون. وإذا يكون ما يعني تخميس وايد قد يعني نطعنيهن ان شاء الله، وهي حالتها ضعيفة وتقول اريد امطي من اجهن بنتي، يعني بنتي حالتها ضعيفة وما عندها راتب. زين اجاوب ان شاء الله بالخدمه. اشكرك احمد الله والديك. نعم الاخت ام علي من بغداد، تفضل يا ام علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا ام علي. عيون شيخنا عندي سؤالين. اي نعم تفضلوا. السؤال الاول شيخنا، انا عندي زوجي يعني قدم على الحج فقال من يطلع اسمي هو يدخن بصراحة، قال قربة إلى الله تعالى أنا أترك التدخين، فطلع اسمه ب 2017 إن شاء الله، بس التدخين مدى يقدر يعوفه، فيقول هم علي كفارة إذا بقيت أدخن. إن شاء الله. ممنون. السؤال الثاني عين شيخنا، أنا عندي تقاعد زين استلم يعني كل شهر تقاعد، فتصدف مرات من يسلمون التقاعد يتاخر عن الوقت المحدد مالته. زين. فانا عندي مثلا راس سنه خمسيه، يصادف هذا الراتب من استلمه مثلا ورا اسبوع من الوقت المحدد مال راس السنه الخمسيه، ورا اسبوع او ورا 10 ايام. فمن استلمه يعني اخمسه لو هم انتظر سنه يلا اخمسه. ان شاء الله اوضح بالخدمه. شكرا شكرا شيخ. الله يخليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. الاخت ام محمد من الناصريه، تفضل يا ام محمد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا ام محمد. شيخنا انا ما كنت اصلي اقطع بالصلاه بس هسه التزمت بيها. ايه زين فشنو إيه؟ السؤال ام محمد؟ يعني الايام اللي قبلها شلون اقضيها لو يعني الله يقبل التوبه. ان شاء الله. ممنون. اوضح وبعد عندي سؤال ثاني. اي تفضلوا. بكيفكم خلينا ناخذ. شيخنا انا خلينا ناخذ بالعصوم راحت وتوجعني يعني شلون هاي هم شلون عفوا ام محمد السؤال الثاني شنو؟ بالعصوم راحت وتوجعني واضطر افطر بنص رمضان. زين بس احب توضحها. اي ان شاء الله. ممنون. رحم الله والديك. عندي اتصال اخر عفوا. الاخت زينب من الديوانيه، تفضل يا زينب. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا زينب. شيخنا انا اتصلت فيك الاسبوع القادم الاسبوع الماضي. قلت لك انا عهدت رب العالمين وخالفت العهد، انت قلت لي عليك كفاره. زين يعني لا سويت كفاره الله راح يغفر لي يعني النهار كله فكر بس بهاي يعني. ان شاء الله يغفر. شيخنا الا ما صار عليك احنا هسه جاوبنا الكهرباء مقطوعه. ان شاء الله يغفر زينب، ما دام الذنب بينك وبين الله ان شاء الله يغفر. انت يعني سوي الكفاره، سوي الكفاره واستغفري الله، والله غفور رحيم يغفر ما دام ما بها حق للاخرين حق للناس
ما دام انت ما ظلمتي احد ان شاء الله ماكو شيء، ان شاء الله الله يغفر، الله غفور رحيم. الله يخليك، الله يخليك. اهلا يا اهلا وسهلا، اهلا يا زينب. يلا ممنونين. ممنون ممنون. زين ايش عندنا بعد؟ عندنا فالاخت بيداء زين كانت تسال تقول اني اروح بدون محرم، ذكرنا لها انه تقدرين تروحين بدون محرم لانه احنا فقه اهل البيت لا يوجب على المراه ان تصطحب معها محرم في سفرها اذا كانت هي امنه على نفسها في سفرها. هذا المقطع الاول من السؤال. المقطع الثاني، الجزء الثاني من السؤال، تقول اني اريد اروح ويا ابناء العامه، الاخوه ابناء العامه. لا مانع من ذلك، يعني لا مانع من انه الناس تروح في حملات مثلا السنه، لكن بشرط انه لازم يحجون على مذهبنا، يعني مثلا ويعتمرون على مذهبنا باعتبار انه عدل يعني في 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 الوضوء، في الاغسال، في احكام العمره، في احكام زين الطواف، الصلاه، السعي، زين هواي، خاصه الان مع المستحدثات اللي صارت، مع المستحدثات في المطاف، مع المستحدثات في الصلاة، مع المستحدثات في المسعى، مع أمور كثيرة زين. فإذا كان الإنسان هو ضابط شغله أنه يروح مثلا، الآن أني من كنت أروح يعني للإرشاد الديني، أني درست فقه السنة وكنت السنة اللي ويانا بالحملة أني أحججهم على مذهبهم، يعني أنا شيعي بس أقولهم يا بي أنتوا كسنة أنتوا يراد لكم فلان شي فلان شي فلان شي، هل قد تنقصون من أعمالنا وهل قد تزيدون من أعمالنا؟ فإذا ذاك المرشد الديني أنتوا واثقين من أنه ضابط شغل العمرة على المذهب الشيعي أو الحج على المذهب الشيعي، ماكو مانع واحد ممكن يروح. زين فالمدار على أنه يكون أنتوا تضبطون، يكون تضبطون قضية أعمالكم على مذهبكم، على مذهب أهل البيت. زين ليش؟ لأنه الآن أكو مستجدات ومستحدثات في قضية المسعى، في قضية المطاف، أصل قضية مثلا طواف النساء أصلا الأخوة ما يسووها، وهالقضايا كلها لازم تنأخذ بنظر الاعتبار، لأنه طبعا مهمة، هذه مهمة، وهذه إحنا في وجهة نظرنا وفي فقه مدرسة أهل البيت أنه يعني السبب مشاكل، يعني في وجهة نظرنا السبب مشاكل للمعتمر إذا ما سوى بعضها، مثلا خاصة مثل طواف النساء أو حتى طوافه مثلا إذا طاف مثلا في الجسم في الطابق العلوي، أو هواي مسائل، يعني هسه بعد مو وقت مالت أسهب وأشرح وكذا، لكن هواي مسائل أكو الآن ممكن. فيكون واحد يضبط قضيته أنه يطلع ويا الشخص اللي يضبط له عمله على مذهبه هذا. نعم زين. السؤال الثاني للأخت بيداء تقول أني عندي أموال بالمصرف، هل يجب علي تخميس هذه الأموال؟ الجواب نعم، على القاعدة، على الأصل من القاعدة، إذا كان المال يعني إذا كان لديكم رأس سنة خمسية وجاءت رأس السنة الخمسية، فعلى القاعدة تخمسون كل الأموال الفائضة والفاضلة عن المؤونة وعن المصرف. أو إذا كان أنتم مسوين لكل مال رأس سنة زين وجاءت رأس السنة الخمسية لهذا المال، فعليكم أن تخمسوا هذا المال، يعني هذا على الأصل والقاعدة، ولا فرق في أنه هذا موجود في كيسي، موجود تحت تصرفي، أو موجود مثلا وين، موجود في المصرف، باعتبار أنه أكو كلام عند بعض العلماء، عند بعض الفقهاء يثيرون قضية أنه هذا بالمصرف شلون، هذا المال اختلط ويا أموال عامة، صار مجهول مالك، ما أدري شنو، خرج عن ملكيتي، دخل في ملكيتي، هل هو في، هل هو مملوك، هل هو غير مملوك؟ الآن السيد السيستاني دام ظله الشريف والسيد الصدر قدس سروه الشريف كلاهما في هذه المسألة يقولون أنه هذا شخص يخمس، عليه أن يخمس. زين الأخ علي، طبعا بدينا باتصالات هذا اليوم، الأخ علي يقول أنا أريد أسأل على قضية بيع الورق، شلون طريقته؟ طريقته بسيطة جدا، أنه الآن أنا وياك يا علي، أنا عندي فلوس، عندي ورق، وأنت دا تشتري مني، أنا أقول لك يا أبا علي أنا أبيع لك ألف دولار ورق، أبيع لك $1,000,000 اللي اليوم سعرها مثلا 1,300,000، أبيع لك إياها ب1,500,000. فأولا أنا راح أبيع لك ورق وراح أستلم منك ثمنهن عراقي 1,500,000، غايرنا بالجنس، هذا الشرط الأساسي الأول. ثانيا أوقعنا المعاملة بطريقة البيع، أبيع لك مو أقرضك، أبيع لك، هذا نهم معدودات، هذا معدود لا يقع فيها الربا،
زين، هاي القضية الثانية. القضية الثالثة نحدد الربح. أني أنطيتك $1,000، بعت لك $1,000، وحددنا 1.5 مليون. أكو بيها اليوم بيها تفاضل بـ200,000 دينار. زين، باعتبار اليوم سعر الورق تقريبا 1,300,000، العشر ورقات. أني إيش قد بعت لك ياهن ببيش؟ بعت لك ياهن بـ1.5 مليون. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع نحدد مدة. أقول لك مثلا أني أبيع لك ورق $1,000 بـ1.5 مليون لمدة 6 أشهر. خلاص، هذه الطريقة الصحيحة. خوش. وثم بعد ذلك ممكن أتفق أنا وياك، أقول لك علي انطيني إياها بالشهر مثلا 250,000. انتبهوا، مو ينطيني علي $200، لا، ينطيني مثلا 250,000. ينطيني 250,000 بالشهر، 250 في 6 مثلا نشقيت صار 1.5 مليون تقريبا. اي 1.5 مليون، مو تقريبا، 1.5 مليون. خوش. فمليون ونص وخلاص. هذا هو، هاي طريقة البيع مالت الوراق. الله يتقبل الطاعة والأعمال. الأخ محمد، الأخت أم محمد تقول أني كفارة نذر عندي، وطلبت من زوجي هو اللي يطلي فلوس، فهذا شنو يصير ما يصير؟ تبرأ ذمتي؟ الجواب نعم، تبرأ ذمة الزوجة. نعم، إحنا عندنا بالشريعة المقدسة لا يجب على الزوج أن يدفع الكفارة عن زوجته إلا في بعض الموارد، إذا كان هو المتسبب في لحوق الكفارة لها. لكن بالشكل العام الأصل والقاعدة أن الزوج ليس عليه دفع الكفارة للزوجة، إذ أنها ليست من النفقة الواجبة عليه. وعلى هذا الأساس هو ليس بواجب عليه، لكن لو تبرع، تبرأ ذمتك زين، وإن شاء الله ما عليك شيء، وخلاص الله يتقبل الطاعات والأعمال. الأخت خديجة تقول أني عمتي تريد تروح للعمرة، وعدها 1,000,000 ضامتها من العام، وعدها 2,000,000 من سلفة، وتريد أن تعطي من الخمس، إذا صار عليها خمس تعطي من الخمس البتها. أولا هسه هذا طبعا عندنا مقطعين في هذا السؤال. المقطع الأول أنه تريد تعطي من الخمس البتها، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز للأم أن تعطي لبنتها من الخمس، لا يجوز للأب أن يعطي لأولاده، لا يجوز للأم أن تعطي لأولادها. لماذا؟ لأن هؤلاء واجبي نفقة عليهم. نعم، هي إذا كانت هي قادرة موسرة غير معسرة، وهي هم معسرين وفقراء، هي يجب عليها أن تنفق عليهم، فذولا واجبي نفقة عليها. فهذه القضية الأساسية الأولى. قضية الأساسية الثانية، هسه الآن شلون الموقف من المبلغين؟ نجي للمبلغ الأول، المليون. المليون يصير عليه خمس باعتبار أنه دار عليه الحول مدة سنة وأكثر، فهذا شنو عليه؟ خمس. إيش قد المبلغ اللي عليه؟ 200,000 دينار على المليون الأول. هذا واحد. اثنين، المليونين الثانية باعتبار هي استلمتها من سلفة، نشوف أنه هاي السلفة إيش قد هي سددت منها وإيش قد مطلوبة عليها. إذا تقولون سددتها كلها وهاي عبر مثلا فت سنة وأكثر وهسه استلمتها 1,000,000 وهي مسددتها كلها، هذا هم يصير عليه خمس. المليونين كل 1,200,400 ب200,600 يصير. وإذا قلتوا لا، الآن مثلا هي بمنتصف الطريق، نقولكم هذني الأقساط اللي سددتهن صار لهن سنة لو ما صار لهن سنة؟ تقولون لا ما صار لهن سنة، نقولكم ما عليها خمس. المليونين كلها ما عليها خمس، لأنه جزء منها هي مطلوبتها للسلفة، وجزء منها هي استلمتها وما دار عليهن سنة ذني السهام اللي نطتها. زين، مثلا تنطي هي 200 بالشهر مثلا، وهي صارها 5 أشهر تدفع وباقية لها 5 أشهر، فهي لا المليون الأول دفعتها الـ5 أشهر لا هو دار عليها حول وأكثر 5 أشهر، ولا المليون الثاني هي مالكتها باعتبار هي مطلوبة عليه، فالمليونين ما يصير عليها خمس. أنا دا أنطي صور. زين، الآن هاي القضية الثانية. القضية الثالثة، إذا مثلا إذا هي رادت تتأخر الخمس، هذه هم فائدة للأخوة المؤمنين اللي يروحون للعمرة للحاج، قالوا إحنا سريد نأخر الخمس نروح ونجي يلا يعني نخمس، يصير؟ نقول يصير، لكن عليهم أن يخمسوا الإحرامات بالنسبة إلى المعتمرين، والإحرامات وثمن الهدي بالنسبة إلى الحجاج. الإحرامات يعني الملابس اللي تحرم بها المرأة وتلبسها وتطوف بها وتصلي صلاة الطواف وتسعى بها وتطوف بها طواف النساء، هذني لازم يصير مخمسات. زين،
وبالنسبة للحج الإحرامات وثمن الهدي الذبيحة اللي تذبحها. نعم. عفوا عندي اتصال. يلا يلا إذا تحبون تأخذون اتصالات أنا راح أخلص. أي أنا راح أخلص ممنون. الأخت أم علي تقول أني عندي زوجي قدم على الحج وقال قرب لله تعالى أنه أني أقلع على التدخين. هسه هذه الصيغة غير متطابقة 100% مع صيغة النذر، بس هي بيها صيغة لله. زين لله. الآن للاحتياط زين للاحتياط أنه خلي يسوي كفارة. إذا هو الآن رجع يسوي، لأنه هو الصيغة لله تعالى، لله عفوا لله علي. زين الآن هذه بيها لفظ الجلالة لله، فالآن هو للاحتياط خلي يسوي كفارة. زين وإذا طبعا إذا هو رجع، أما إذا ما راجع لا يرجع للتدخين، أما إذا راجع يستغفر الله سبحانه وتعالى ويسوي الكفارة. نعم. الأخ محمود من السماوة، تفضلوا يا محمود. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا محمود. شلون صحتك؟ الله يخليكم. أشكر شيخنا، عندي سؤالين. أي نعم. السؤال الأول هو أني مطلوب صيام. أي. ألو. أي عيني يا محمود، تفضلوا. أي مطلوب صيام وما أعرف جد مطلوب. أي. يعني أنا حسب ظروف دوامي، يعني مرات مثلا نزولنا والتحاقنا وهذه نفطر. نعم ماشي اجاوب ان شاء الله. ما اعرف يعني صارت عليه هواي ما اعرف ايش قد مطلوب. ما يخالف اجاوب. هاي واحد. اثنين، احنا من نروح سفر مثلا، انا سنداوم بدياله واهلي بالسماوات. يعني هل يصير افطر اذا نزلت او اذا التحقت له؟ ما يصير. انت محمود، انت ايش قد سفراتك؟ سفراتي كل 14 يوم انزل 7 ايام. يعني 7 ب 14 ترجع بالتقليد المن؟ السيد علي السيستاني. ان شاء الله اجاوب ممنون. مستر شيخنا. الله يخليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. الاخت ام احمد صلاح الدين، تفضل يا ام احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا ام احمد. بلا زحمه شيخنا، عندي سؤالين. اي تفضلوا. زوجي يداوم بالجيش. اي. فمن صارت هاي الاحداث يجيب غراض مال الارهاب مال داعش، يعني من هناك من المحافظات. يعني التصرف بها حرام ام حلال؟ ايه ان شاء الله اجاوب ممنون. يعني ارجع للتقرير سيد علي الثاني ان شاء الله اوضح بالخدمه. وسؤال الثاني، صلاه مطلوبه قديمه. ايه صلاتي اقضيها قضاء لو كامله ان شاء الله ممنون. شكرا. اهلا وسهلا ومرحبا. عندي اتصال اخر. نعم. نعم منو عندي عفوا؟ الاخ ابو غفران من بغداد، تفضل يا ابو غفران. ابو غفران تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا ابو غفران. اغاتي جزاكم الله الف خير، اردت استفسر بعض الامور من عندك. طيب. الله يعطيك العافيه. طيب بالخدمه تفضلوا. بالنسبه للصلاه القنوت هل يبطلها؟ شنو اولا شنو عدم القنوت يعني؟ احنا جليل الله يعطيك العمر العافيه، انا عمري 60 سنه. واصوم اي العفو اغاتي يعني أنا عمري 60، جاوز 60 وأصوم كل سنة، بس من أصوم ما أقدر أعمل، أنا صاحب مهنة حرة. فالعمل ثقيل علي. بهالسنة يعني صارت أمور، استجدت أمور إمدانية تفد مبلغ معين. فيا ترى ممكن أفطر أو أستمر على صيامي رغم الدين؟ مع العلم الدين محرج مطلوب من عندي. إيه إن شاء الله أجاوب ممنون. عندي اتصال اخر عفوا. العفو التركيز جزاكم الله الف خير. النسيان بين الركع ايهما يبطل الصلاه؟ اول ثاني ثالث رابع او ثالث رابع؟ خش ممنون وجزاكم الله الف خير. اهلا وسهلا مرحبا، اهلا يا ابو غفران.
عندي اتصال عفوا. نعم. الأخ أبو جعفر من الكوت، تفضل يا أبو جعفر. قطع الاتصال، نعتذر للأخ أبو جعفر. عندي اتصال آخر. يلا ممنونين. زين. السؤال الثاني للأخت أم علي، تقول أنا أستلم تقاعد، مرات يتأخر هذا التقاعد، وش اسمه، ويصادف أنه يعني أنا أتأخر بالاستلام أو كذا، ويصادف ويا رأس السنة الخمسية أو بعد رأس السنة الخمسية، فشلون هذا؟ شوفوا بالنسبة للتقاعد، التقاعد إلى صورتين. الصورة الأساسية الأولى، إذا الإنسان المكلف المسلم هو خال لكل ممتلكاته، خال لها رأس سنة خمسية واحدة، يعني باعه إنسان مثلا عنده، باعتبار أنه إحنا عندنا الأصل والقاعدة بالأموال، هذه مسألة مهمة جدا، الأموال ليست كلها تخمس في رأس السنة الخمسية، هذا الأصل والقاعدة، مو كل الأموال، بعض الأموال تخمس في رأس السنة الخمسية، اللي هي شنية أرباح المكاسب، يعني شغلات شغلي الزايد من شغلي، هذا هو الأصل والقاعدة، الزايد من عملي، مو أني أشتغل، مو عندي رواتب، مو عندي أعمال حرة، مو عندي مكاسب، مو عندي تجارات، مو عندي صناعات، مو عندي بناءات، مو عندي نجارات، مو أني خباز، مو أني بقال، مو أني شنو يجيني من شغلي هذا رواتب فلوس، هاي إلها رأس سنة خمسية. رأس سنتك الخمسية بيها المفروض، طبعا أنا دحكي على الأصل والقاعدة، المفروض أنه أول يوم بديت تشتغل هو رأس سنتك الخمسية. زين ما يخالف، ما سوينا يعني الناس بعضهم أو غالبا ما مسوين، الآن هسه بعد الواعز الديني كلش دا يقوى ولله الحمد، الآن بالجديد سووا رأس سنة الخمسية، ماكو مشكلة، هاي الأموال اللي تجي من أرباح المكاسب تتخمس وين؟ برأس السنة الخمسية. زين، أما غيرها من الأموال اللي مثلا هبات، هدايا، مثلا مثل هذا تقاعد، ما أدري شنو، أموال تجي من مؤسسة شهداء، أموال تجي من مؤسسة أيتام فقراء، أموال ما أدري شنو، أموال كذا، هذني ممكن أسوي لهم رأس سنة مستقلة هيجي. لكن لو واحد ما سوى، خرج عن هاي القاعدة وما سوى رأس سنة يعني مستقلة لكل أمواله، وش قال؟ قال لا، أنا أموالي كلها أخمسها برأس سنة الخمسية، الفاضل منها، الزائد منها على المؤونة، واللي يفيض على رأس المال المخمس سابقا. فش نقول له؟ نقول لك يا أختنا، إذا بهاي الصورة الثانية نقول لك يصير عليها خمس. أما إذا تقولين لا، أنا أعرف بالفقه وهذه مسوية لها رأس سنة خمسية، يعني كل منحة أني أسوي لها رأس سنة خمسية، نقول لك لا، مدام هي ما مر عليها نفس هذا العين، ما مر عليها سنة كاملة، هي لا يصير عليها خمس. فالآن على وضعك أنت، إذا أنت مسوية الكل أموالك رأس سنة خمسية وحدة، تخمسين هذه الأموال. نعم. طبعاً أنا ليش دعشي؟ لأنه هذا الغالب عند الناس أنه ما ملتفتين إلى هذه القضية، مسوين رؤوس سنة خمسية لأموالهم المتعددة، مسوين رأس سنة خمسية لكل أموالهم، فبهاي الصورة يخمس، نقول له يلا أنت بعد صار عندك رأس سنة خمسية، برأس سنتك الخمسية لكل الأموال، خمس كل الأموال. نعم. الأخ حيدر من الأخ ماهر من السليمانية، من السليمانية، تفضل يا ماهر. ماهر تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا ماهر. شلونك شيخ؟ الله يخليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ أني نازح محافظة الأنبار بسليمانية. إيه. وهسه أنا من نزحنا لحد الآن أريد بس أصلي، ما أقدر أصلي من يعني شقد الألم والشي مال داعش، فما أقدر هسه حتى الصلاة عفتها، يعني ما أقدر أصلي نهائيا. إيه إيه. ان شاء الله اوضح، ممنون. كيف الشيخ هسه صلاه ما اقدر يعني اتوضا وهاي واروح اريد بس اصلي، ما اقدر يعني اذا الصلاه. ان شاء الله اوضح بالخدمه، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا يا ماهر. زين. الو شيخ؟ اي يعني سمعت ماهر، سمعت السؤال ان شاء الله اجاوب. هسه يعني اتوضا وهاي واريد بس اصلي صلاه، يعني اي ما اقدر نهائيا. ما يخالف اجاوبك ان شاء الله، اهلا وسهلا.
عندي اتصال اخر عفوا. ماشي اشكرك شيخ. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا يا ماهر. عندي اتصال اخر عفوا. الاخت ام حسين من الديوانيه تفضل يا ام حسين. الو. تفضلوا ام حسين. الو. تفضلوا ام حسين. شلونك شيخنا؟ الله يخليكم اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ اهلا بيك اهلا وسهلا مرحبا. اهلا ام حسين تفضلوا. اقول لك نعم. اي تفضلي ام حسين. ام حسين وياي على التليفون؟ يلا اعتذر للاخت ام حسين. عفوا الاخوه ام حسين وياي على الاتصال على الهاتف. زين زين نعتذر للاخت ام حسين. ارجع للاخت ام محمد. وصلت للاخت ام محمد. ام محمد تقول اني كنت اقطع الصلاه في الايام السابقه، الان اني رجعت اصلي واني الان محافظه على اداء الصلوات. اسال على ذيك الايام الفوائد. زين ذيك شلون مثلا الله سبحانه وتعالى لانه اني الان تبت واني دا اصلي الله يغفر لي عليها، لو لازم اني اقضيها؟ لا لازم لازم اولا نستغفر عن ذاك الذنب، وثانيا نقضي ديج الصلوات، لازم نقضيها، لابد ان تقضى، يلا تبرأ الذمه. زين الله يتقبل الطاعات والاعمال، نسالكم الدعاء. السؤال الثاني تقول اني اصوم ومرات رحاتي توجعني واضطر وافطر. لا ام محمد انتم تعرفون يعني هذا خوش سؤال، سؤال نوعي، هذا من الاسئله النادره ما متكرره. الإنسان باعه، الإنسان يجب عليه أن يأتي بالمقدمات التي تجعله قادر على أن يأتي بالعبادة زين في وقتها. يعني مثلا الآن إحنا مقبلين على شهر رمضان، أنت تعرفين أنه أكو مشكلة بأسنانك، ممكن مثلا تتهيج، ممكن كذا، وتضطر لك للإفطار. أنت مثلا الآن زوري الطبيب، زوري طبيب الأسنان، طبيبة الأسنان، وخلي طبيبة الأسنان تعالج لك الأسنان وكذا، ثم وكمليها انت قبل شهر رمضان. ثم مثلا اذا اجى شهر رمضان وصار عندك مشكله والتهب عندك سن او تهيج عندك سن واضطريتي للافطار، ذاك الوقت نقول لك يابا افطري واكلي وشربي واخذي الدواء مالتك زين، وورا ما ينتهي رمضان تقضين هذا اليوم وليس عليك كفاره. لكن مو الان مثلا انت يعني تعرفين انه المفروض عليك زياره طبيبه اسنان وانت تتركين هاي المساله، لا انت روحي هسه روحي ورتبي اسنانك وكمليها حتى تتهيئين لاداء هذه الفريضه العظيمه فريضه الصيام. نعم. زين الاخ محمود يقول اني مطلوب صيام وما اعرف ايش قد. زين ايش قد المطلوبه اني؟ فشنو اللي علي؟ محمود انت تقدر عدد اقل وعدد اكثر، يعني نقول لك يابا انت الان مطلوب صيام تقول ايه، نقول لك مثلا افترض ان فرد رقم ايش قد اقل شيء ايش قد، نقول لك شهر 30 يوم تقول ها لا شويه اكثر، نقول لك مثلا شو اسمه فد 60 يوم تقول ايه اقل شيء 60 يوم، نقول لك زين واكثر شيء 90 يوم تقول ها والله محتمل، فنقول لك اذا اقل شيء 60 يوم واكثر شيء محتمل 90 يوم تقول ايه كل زين هو هذا، نقول لك اقضي 60 يوم وتبرأ ذمتك ان شاء الله وليس عليك قضاء 90 يوم. يعني الان انتم تخلون احتمالين، احتمال اقل اللي هو مو اقل منه، احتمال اقل واحتمال اكثر اللي هو مو اعلى منه، وتستطيعون ان تقضوا بالاقل والله يتقبل الطاعات والاعمال. زين تقول بالنسبة الى السفر 14/7، لا انت بعد ينطبق عليك عنوان كثير السفر، وانت بعد في يعني كثير السفر يتم في كل اسفاره، يتم في كل اسفاره، تبقى على صيامك بكل الاسفار و نعم وصلاتك هم تمام بكل اسفارك لانك كثير السفر. يلا نطلع احنا وياكم، نطلع وياكم الفاصل ونرجع ان شاء الله ونكمل. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مجددة، وهذه عودة ميمونة لكم ولبرنامجكم. الأخت أم أحمد تقول أني زوجي داوم بالجيش ويجيب مرات أموال من داعش، شنو الموقف من هذه الأموال؟ إحنا الأموال التي تأتي مع البعض لها قسمين، القسم الأول هي أموال مأخوذة من دور المسلمين، وبعبارة صريحة أنا اليوم راح أحكي بشكل صريح، من بيوت السنة، هذه لا يجوز التصرف بها وهذه يجب أن ترجع إلى أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، مو شيعي، مسلم على مسلم آخر إلا عن طيب نفسه ورضاه. هذا القسم الأساسي الأول، بيوت السنة ما حد يجوز له يفتحها ولا أحد يجوز له يأخذ منها قشاية، انتهينا من هالقضية. ومرة لا، احنا مثلا نغير على مكان مالت داعش مو مال سنة، داعش لا سنة ولا شيعة ولا عرب ولا أكراد، ولا داعش لا عندهم دين ولا عندهم قومية ولا عندهم ما أدري شنو، ولا فد مجموعة لمامة وعصابة مجرمة. زين، هذا احنا غرنا عليهم، قتلناهم او انهزموا وعافوا غراضهم، هذه تنأخذ، هذه أخذتوها، أي هذه أخذتوها، إذا أخذتوها هذه إلكم، نعم هذه غنائم وهذه إلكم. زين، وأنتم بعد يعني بالاتفاق أنتم ويا آمركم ويا سراياكم، أنتم شلون ترتيبكم يعني مثلا تتقسم بيناتكم، يأخذ اللي حط إيده عليها، هاي بعد قضية بيناتكم يعني أنتم. زين، هيك تصير، وإن كان هي زين ربما مثلا يعني مع الاحتياط واحد هم يعني يشوف الحاكم الشرعي، لكن الأصل والقاعدة أنه هاي إلكم، هذا اللي يحط إيده عليها يأخذها. زين، لكن طبعا مين من هذه المكانات الخاصة بأولئك المجرمين المقاتلين المجاهرين، ويشمل هذا أي شخص، يعني هم طوائف أربعة بالفقه، طوائف أربعة، أموال أولئك أيضا اللي هم يعينوهم، يعني مثلا يمد بالمال أو يمد بالسلاح أو يمد بالعين، يجوكم من فلان مكان يجوكم، هذا هم مينة، هذا هم مجرم إرهابي، ذولا أربعة مقاتلين محاربين ذولا، فهذولا إذا إحنا نغير عليهم وقتلناهم أو انهزموا وعافوا أموالهم، أموالهم لكم. نعم. زين، السؤال الثاني للأخت أم أحمد تقول أني عندي صلاة مطلوبة قديمة، أني أش أقضيها، أقضيها شنو، أقضيها كاملة، أقضيها قصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقضي ما فات كما فات، هاي هي القاعدة التي أسس منها الفقهاء الحكم في مثل هذه المسألة، فالذي فاتنا تمام نقضيه تمام، فاتتنا صلاة كاملة نقضيها كاملة، وما فاتنا قصرا نقضي قصر. فأنت تذكرين عندك كان قصر، تقولين لا ما كان عندي قصر، نقول ايش خلاص كله تمام. تقولين لا والله عندي مثلا فات 10 ايام بالسنة عندي قصر، نقول لك صلي سنة الا 10 ايام والعشر ايام صليها قصر، يعني السنة كاملة الا 10 ايام والعشر ايام صليها قصر. زين، الاخ ابو غفران يقول بالنسبة الى الصلاة، عدم القنوت في الصلاة، القنوت من المستحبات، وعدم القنوت نعم، وعدم القنوت لا يبطل الصلاة، فالصلاة الخالية من القنوت الصلاة لا تبطل من جهة عدم القنوت، عدم القنوت لا يبطل الصلاة. نعم. من عفوا الأخت أم يوسف من بابل، تفضل يا أم يوسف. أم يوسف تفضلوا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا أم يوسف. شيخنا عندي بس سؤالين. أي تفضلوا. عندي أول سؤال، عندي أنا ثلاث أطفال. إيه. وصار عندي الرابع، فأنا شوية تنساش بتنسى شوية صعبة، يبقى 9 شهور بالمستشفى. إيه. بهذا الرابع أبونا جبرنا قال لازم يذبينه. إيه. إيه. فذبيته، فرحت ويا أخذنا سونار وهاي، لقيته يعني مكمل شغلته وهاي، وقال لازم يذبينه، لا تذبينه لا تروحي لأهلك. إيه. إيه. ف
انا بعد انجبرت رحت للبيت، بس بدي اشوف علي شنو يعني حرام حلال. ايه انت اللي يعني اللي اجهض الطفل طبيبه او ممرضه؟ لو انت اجهضتي لا لا يعني تشتغل بالمستشفى عندها خبره بهذا الشيء. ايه هي ذيك اللي اجهضت. ايه هو راح سال عليها، قلت له استشير لان ظليت بقلق وهاي، فسال عليها قال له لازم تصوم شهرين وتطعم 60 مسكين. ايه صحيح صحيح. زين انت ايش قد هو ايش كم شهر وذبيتي الطفل؟ شهر وخمسة وعشرين يوم عمره. خوش اوضح ان شاء الله. ايه وعندي سؤال ثاني شيخ. ايه ممنون تفضل. عندي اختي الكبيرة مطلوبة 4 أشهر صيام. ايه وما عندها قابلية يعني صومهم، فيصير انا اساعدها؟ ان شاء الله اجاوب ممنون. يلا اشكرك. اهلا وسهلا مرحبا. يا ممنون. الأخ أبو غفران سؤال الثاني يقول أني تجاوزت عمر 60 سنة وأني أعمل وأني يعني يشق علي الصيام مع العمل، وخاصة هالسنة هم أني مطلوب مبلغ كبير وأني مضطر لتسديد هذا المبلغ، وشلون قضية الصيام؟ أبو غفران صدق عنوان الشيخ والشيخة عليك، الشيخ صدق عنوان الشيخ عليك ممكن يصدق إذا كنت أنت كبير في السن وهرمت، أما إذا أنت كبير بالسن والله نعطيك الصحة والعافية وتقول لا والله أنا أقدر بصراحة، يعني نسألك نقول لك يابا أنت كبير بالسن تقدر تصوم؟ تقول إيه أنا أقدر أصوم. فأنت لست من قسم الشيخ والشيخة اللي يستثنون من حكم الوجوب مالت الصوم. فالأصل والقاعدة أنه أنت يجب عليك الصوم. تقول زين اني خب اني اصوم ما يخاف على العين وعلى الراس، بس ما اقدر اصوم واعمل. فنقول لك يابا انت الان حول عملك من النهار الى الليل، اخذ اجازه، غير عملك، زين تقرض. تقول اني ذني كل هن الامور ما اقدر اسويهن، يعني لا اقدر اتقرض لان اني متقرض، لا اقدر اغير عملي لانه ما عندي غير هذا العمل، لا اقدر اني اغير عملي الوقت بالليل اسوي لانه كذا، ما اقدر اني. انت تقول يكون انت تتحمل مسؤوليه هاي الاجوبه، يعني هسه الان من اني وكانه انت قدامي ودا اسالك، اقول لك انت تقدر تغير عملك؟ تقول لا. تقدر تغير عملك لليل؟ تقول لا. تقدر تقعد من العمل وتتداين؟ تقول لا. كل هذا لا 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 لا. اذا انت هيك تقول فنقول لك خلاص خلي يجي رمضان وانت انوي، يعني صبح الصبح انت ناوي للصيام وصوم، مثلا تمشي كم ساعة واشتغل، شوف روحك تعبت بعد ما تقدر اشرب لك شوية مي وكل لك شوية وامسك امشي زين، مثلا همين كمل شغلك وتريد تتخربط لازم مي وشوية اكل، شوية اشرب مي وشوية اخذ اكل بحيث يعني تستجمع قواك، وكمل هذا اليوم واقضيهن هذه الايام، وليس عليك لا كفاره فقط قضاء عليك، يعني تقدر مثلا بهاي الطريقه ويكون يشملك حكم الضعفاء والمضطرين للافطار، لكن بهذه الطريقه التي بيناها لك والله يتقبل الطاعات والاعمال. زين يقول من عفوا عقيل من دياله، تفضل يا عقيل. عليكم السلام، اهلا يا عقيل. عقيل من ديالة، تفضل يا عقيل. قطع الاخ عقيل. الو. الاخت ام زهراء من النجف الاشرف، تفضل يا ام زهراء. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا يا ام زهراء. الو. الو. تفضلوا، منو ابو زهراء لو ام زهراء؟ نعم نعتذر للأخت أم زهراء. عندي اتصال آخر. زين يقول بالنسبة إلى الشكوك في الصلاة، طبعا الشكوك بالصلاة كثيرة، يعني ربما مدام هاي أكو أسئلة ويريدون الأخوة إن شاء الله، يعني تابعوا حلقات الأحد والثلاثاء إن شاء الله أتحدث بشكل تفصيلي على قضية الشكوك بالصلاة، لكن بعد أنت سخابرت وزين يكون نكون بخدمتكم على هذه القضية، أن يبين لك بعض الأحكام الشرعية اللي مرتبطة بقضية الشكوك. الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والصلاة الثلاثية كصلاة المغرب الشك بيها زين بالركعة الأولى والركعة
الركعة الثانية هذني تبطل الصلاة، كما أن الشك في الركعة الأولى والثانية أيضا من الصلاة الرباعية تبطل الصلاة. فهذه القاعدة الأساسية الأولى، أن الشك في يعني إذا أنا شكيت أنه هاي أولى لو ثانية تشوفون شلون، هذه تبطل الصلاة سواء كنت أنا بصلاة الفجر، صلاة الظهر، عصر، مغرب، عشاء. زين من عفوا الأخت أم محمد من بغداد، تفضلي يا أم محمد. أم أحمد عيني، السلام أحمد. عليكم أم أحمد، أهلا يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم أحمد. بيت مال ورثة أي وبحته وشملته واشتريت بيت، وهذا هاي يصير علي خمس لو ما يصير أقدر روح إن شاء الله للحج. أم أحمد، أنت بيت مال ورثة أي وبحته واشتريت غير بيت، يعني شملته واشتريت غير بيت. زين انت اولا شنو مال ورثه، يعني مال ابوكم الله يرحمه؟ ايه شنو؟ اي مال ابو الجهالي. زين هاي واحد. انت طبعا حصتك منه الثمن. ايه الثمن هم بالبناء، فشنو بعتي هم مثلا الاولاد اجازوا لك تبيعين؟ شنو الدوله؟ ايه نعم، هم تموا له فلوس، هم يعني اعطوني فلوس وكملته. ايه هذا البيت انتوا كنتوا قاعدين بيه؟ ايه نعم قاعدين بيه. وبعتوه واشتريتوا؟ إيه هذا اللي اشتريته وغيرناه، يعني غيرناه. ايه ام احمد، إيه؟ هذا اللي اشتريتوه هسه قعدتوا بيه؟ ايه قاعدين بيه. ايه 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 ممنون اوضح ان شاء الله. ايه الاخ بكيفكم. اي والله نوقف الاتصالات بعد. الاخ علي تفضلوا. الو تفضلوا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخلي شيخنا، الله يعز الشيخنا. الشيخنا في السؤال حول عقد الزواج. إيه عقد الزواج جاهز بالتليفون أم غير جاهز؟ إيه إن شاء الله أجاب. زين أي والله شيخنا ممنون ممنون، أهلا وسهلا ومرحبا. زين هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى من صور الشكوك. الصورة الثانية الشكوك بين الثالثة والرابعة، هذه لها صور كثيرة إن شاء الله. قلت لكم طبعا هذه لها صور كثيرة ولها محلات كثيرة. زين بعد أنا بآخر دقائق هذه إن شاء الله، إما أنه أنتم تسألون على صورة محددة وأني أجاوبكم خدمتكم، أو أنه تابعوني إن شاء الله إذا الله نطانا عمر وعافية ووفقني إن شاء الله بحلقات الأحد والثلاثة هم أسوي لكم فد حلقة أو حلقتين كاملة إن شاء الله، أشرح لكم بالتفصيل صور الشكوك والطريقة يعني طريقة العلاج بالنسبة لكل صورة من هذه الصور. زين الأخ ماهر يقول أنا نازح من الأنبار إلى السليمانية، تأذي أنا جدا من هذه القضية، وأنا الآن بعد حتى مدى أقدر أصلي وكذا. لا يا أخ ماهر لا، يعني هذا الآن أنت حشاك، أنت تعاقب رب العالمين. يعني لا بالعكس، الصلاة هي مفتاح كل خير، والصلاة هي صلة العبد بربه، والصلاة هي مصدر القوة والطاقة. أن وخاصة أنتم الآن بأمس الحاجة إلى أن تتقوون بجهة، وماكو جهة أقوى من الله سبحانه وتعالى وأعز وأعظم. لا العن الشيطان الرجيم، هذا الشيطان يوسوس لك، العن الشيطان وصلي ودير بالك على صلاتك. الصلاة أعظم شيء في حياة الإنسان، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت أجارنا الله وإياكم، ورد ما سواها حتى يكمل ثوابكم. الآن أنتم مظلومين، الآن أنتم لكم ثواب عظيم، لا تضيع ثوابك هذا بترك الصلاة. لا حافظ على الصلاة، العن الشيطان الرجيم وارجع صلاتك. الأخت أم يوسف تقول أني عندي 3 أطفال واضطرني زوجي إلى أن أني أذب الطفل الرابع. زين لا طبعا ما لا لا يحق للزوج أن يقول لزوجته لمجرد أنه إحنا نخاف من الفقر، نخاف من الماكو، نخاف كذا، رزقنا قليل، تقوم يذبي الطفل. لا هذا من أكبر المحرمات، هذا من أعظم المحرمات. الآن عليك أن تستغفرين استغفار شديد. نعم الدية على اللي وقعت الطفل، وانت عليك الكفارة اللي هي الإطعام ل60 فقير متدين، كل فقير وجبة مشبعة على رأي سيد الصدر، كل فقير 3/4 الكيلو على رأي سيد سيستاني، وصيام 2 شهر متتابعين. زين مع الاستغفار والتوبة. وتقول أني أختي مطلوبة صيام، يصير أني هي ما تقدر تصومه كله، يصير أني أساعدها؟ لا لا يجوز، لا يجوز التبرع للحي في الصيام والصلاة.
الحي هو الذي يصوم ويصلي بعد عمر طويل. إذا ما قدرت وماتت زين ممكن الشخص هو يتبرع عن المتوفى، لكن مدام هي طيبة وموجودة حية لها العمر المديد في خير وعافية هي التي تباشر عملية قضاء صلاتها وصيامها. الأخت أم أحمد تقول بيت مات ورثة بعناه وكذا، لا هذا ما عليه خمس، ليس عليكم خمس، اشتريتوا بيت ثاني زين وقعدتوا بيه ما عليكم خمس. نعم بس الأموال اللي ضفتوها على سعر ذاك البيت نشوف هاي الأموال هل هي دار عليها حول وأكثر وكان المفروض تخمسوها فتتخمس، لو لا ما دار عليها حول وأكثر الأموال المضافة هذه، فإذا ما دار عليها حول وأكثر زين فكل المبلغ يعني البيت الجديد لا يخمس. عفوا بس الأخ علي، الأخ علي يسأل على قضية احتمال رحل يعني سؤال الأسبوع الجاي، الأخ علي يسأل على قضية عقد الزواج هل يجوز بالتليفون؟ الجواب نعم يجوز بالتليفون. وصلنا احنا وياكم إلى ختام حلقتنا ولقائنا لهذا اليوم، إلى لقاء ولقاءات جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله وأسترعيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء.